صباح الهنا والجمال عليكم، وصباح التفاؤل، وصباح الابتسامه، وصباح حسن الظن بالله. اهلا بكم في حلقه جديده من بلدي يوكل مع نونة على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود. اهلا بكم في وصفات بسيطه سهله وسريعه، وان شاء الله تكون على قد ايدينا وتنور رضاكم. النهارده باذن الله الله اكبر كده نبدا حلقتنا كده، بنسمي بالله ونصلي على النبي في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل النهارده الحلو والحادق. الحلو هنبدا بيه، طبعا الحلو ما بيتعملش الا للحلوين وهم متابعي البلد يوكل. نبدا بكيكايه خفيفه جدا 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 وما فيهاش بيض، للناس اللي ما بتحبش البيض، للناس اللي عندها حساسيه من البيض، لاخواتنا المسيحيين اللي بيبقوا عايزين الكيكايه صيامي وبصوم ياكلوا كيكه بس ما بقاش فيها بيض ولا حليب ولا اي حاجه خالص. كيكايه النهارده هنعملها ان شاء الله برعايه دريم، هنستخدم فيها كيك شيف، وهنشوف كيك شيف يقدر يرفع لنا الكيكايه ويخليها هشه ازاي وهي مش فيها بيض. ناس كتير معتقده ان الكيكايه من غير بيض هتطلع مكتومه وما فيهاش الهشاشان والطراوه بتاعتها. النهارده هنعمل كيك شيف، هنعمل الكيكايه بتاعتنا ما فيهاش ولا بيضايه خالص، وهنشوف هنسويها مع بعض. مش عامله منها نسخه، يعني اللي هيستوي قدامنا هو اللي هنشوفه، وباذن الله هتطلع كويسه وان شاء الله تنور بقى. طيب تعالوا كده بسرعه نبدا في مقاديرنا. اسهل كيكايه في الدنيا اللي بعملها في الخلاط، كل السوائل بالسكر وكله والزيت والميه والخل وعصير البرتقال اللي انا حطاه كله هيتحط عندي في الخلاط. ضربنا السوائل كلها، يبقى فاضل ايه؟ فاضل كيك شيف مع الدقيق ورشه الملح، يتضربوا مع بعض كويس قوي وننزل بيهم شويه شويه. هتنزل مقاديرنا على الشاشه، ومقاديري بتقول ان انا معايا ايه في الكيكايه اللي بدون بيض برعايه كيك شيف من دريم. كوبايه عصير برتقال فريش، ولو مش فريش ممكن ان احنا نجيب اللي هو البيور اللي هو من غير سكر المعلب. كوبايه ونص ميه، نص كوبايه زيت، كوبايه ونص سكر، معلقه كبيره خل فانيليا، ومعايا 3 كوبايات ونص دقيق منخول، واهم حاجه منخول مرتين ثلاثه على قد ما تقدري علشان يدينا هشاشان وارتفاع للكيكه كويس قوي ما تبقاش مكتومه. معايا طبعا باكت كيك شيف كامل ورشه ملح. مقاديري زي ما انتم شايفين سهله وبسيطه جدا ما فيهاش اي صعوبه. نصورها ونكتبها مع بعض علشان تبقى محفوظه عندنا. طيب احنا قلنا عندنا الخلاط هحط فيه كل السوائل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الزيت، عصير البرتقال، كوبايه ونص سكر، معايا كوبايه ونص ميه، معلقه كبيره من الخل، وادي الفانيليا. طب احنا مش حاطين بيض، ليه حاطين فانيليا مع اننا حاطين عصير برتقال؟ علشان يديني نكهه وتطعيمه احلى بكتير وريحه حلوه قوي للكيك بتاعنا. ادي 3 كوبايات ونص من الدقيق منخولين كويس قوي، وادي رشه الملح اهي. كده فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي ان انا اخد باكت كيك شيف وهحطه كله على الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده يبقى انا النهارده اعتمادي في الكيكايه بتاعتنا علشان تبقى هشه ومرتفعه وما تبقاش مكتومه على كيك شيف. حطينا باكت كامل على الثلاث كوبايات ونص دقيق بتوعنا مع رشه الملح، وهسيبهم كده على جنب لحد ما اضرب الخليط بتاعنا اللي هو كل السوائل. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربنا السوائل كلها بالشكل ده كده، وهبدا ان انا احطها في بوله كبيره او في طبق غويط عندي، وابدا انزل بالكيكايه بتاعتنا او ابدا انزل بالدقيق ورشه الملح وباكت كيك شيف كامل على السوائل دي. بسم الله بالشكل ده كده، واخلط كويس قوي. يبقى الكيكايه بتاعتنا ما فيهاش بيض خالص، اعتمادنا كله على ارتفاع الكيكايه وهشاشانها على باكت كيك شيف من دريم اللي احنا حطيناه، ومش عامله منها نسخه علشان ما حدش يقول النسخه غير اللي اتعملت على الهوا. اللي هنعمله مع بعض دلوقتي هنسويه وهنشوف لما يطلع هيكون شكله عامل ازاي. كده حطينا كميه الدقيق كلها
ولازم لازم 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 نشد تحتيها كذا خط كده، لازم يكون الدقيق منخور مرتين او ثلاثة على الاقل علشان يبقى دخله هوا حلو قوي، يديني كمان ارتفاع للكيكة بتاعي بالشكل ده كده. مش عايزة يكون فيه تكتلات خالص، عايزة الخليط بتاعنا يكون ناعم وزي الفل. عايزة بقى تحط لها حبة كاكاو ماشي، عايزة تحط لها بشر برتقال ماشي، زي ما انت عايزة. عايزة تشيلي مقدار عصير البرتقال اللي حطيناه وتحطي عصير رمان ماشي، مش هتقولك لا. بصوا كده الخليط بتاعنا اهو بقى ناعم خالص وفي منتهى الجمال. دلوقتي فاضل ايه؟ فاضل ان احنا نجيب الصينيه الحلوه بتاعتنا دي ونغلفها بالزبده ورشه دقيق ونبدا ان احنا نحطها. بس عايزه اعمل حاجه كمان، حابه ان انا احط في الارضيه ورقه زبده بس بعد ما ادهنها. عايزه تعالوا بقى كده ندهن الصينيه بتاعتنا زبده، حته زبده اهي، وادهنها كويس قوي. في ناس حبايبنا كلموني على الصفحه وسالوا على الصينيه دي بنجيبها منين. الصينيه دي تتجاب من العتبه من عند مستلزمات الحلواني، المقاسات اللي انت عايزاها كلها دي بتبقى حلوه قوي للكيك، ومنها المونيا بتبقى ممتازه جدا في التسويه، وفي نفس الوقت العلوي بتاعها حلو قوي، بتنفع للكيك الاسفنجي بتبقى في منتهى الجمال. بص انا كده غلفت الصينيه بتاعتنا كلها بالزبده، وايه دي رشه الدقيق بالشكل ده. طب لما انت عملت كده يا نونا ايه لازمه ورقه الزبده؟ انا عايزه اعمل ورقه الزبده عشان انا عايزه لما اقلب الكيكه بتاعتنا يبقى السطح بتاعها متساوي خالص. ما بنيجي نقص ورقه الزبده على قد الصينيه ولا على قد حاجه احنا عاملينها، بنعملها كده نربحها بالشكل ده وارجع اتنيها كده تاني، وهعمل كده بوزه اهي وارجع اتني البوزه دي كده كمان. بصوا بقى لو انا عايزاها على قد الارضيه بالظبط كده، بحط البوزه بتاعت الورقه اللي انا عاملاها في نص الصينيه وابدا ان انا اعمل كده، وده اللي انا عايزاه. انا عايزه الورقه بتاعتنا تبقى على قد القاعده بالظبط، لو انا عايزاها تبقى مرفوعه على الجوانب بسيبها زي ما هي كده اهي، طلعت على قد الارضيه بالظبط زي ما انا عايزاها. تعالوا بقى كده نصب الخليط بتاعنا بتاع الكيكايه ونشوف الفرن بتاعنا. طبعا قبل ما نبدا اي حاجه شغال على 180 وحاطه في الوش فوق حاطه صاج، وهوريكم دلوقتي انا عامله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الكيكايه ما شاء الله عليها ريحتها حلوه قوي، الخليط بتاعنا ناعم ما فيهوش اي تكتلات. باذن الله هنشوف لما تطلع هتبقى عامله ازاي وهي من غير بيض. نمسك كده نعمل كده. بصوا الفرن معايا شغال على 180، الصاجه اللي انا او الشبكه اللي هحط عليها الكيكايه اهي، فوق حاطه شبكه تانية وفي صاج. الصاج دوت ليه؟ علشان الكيكايه بتاعتنا ما تطلعش مايله، انا عايزه الكيكايه بتاعتها كلها تطلع سوا واحد. هتطلع بقبه زي الهرم كده، مش زي الهرم، زي قبه الجامعه كده، بس ما تطلعش مفتوحه ولا تطلع مايله ولا تطلع مشققه. ده فايده الصاج اللي انا حطاه في الفرن. تعالوا بقى نحطها نظبط ساعتنا يا شباب، 35 دقيقه بالظبط، ونبدا ان احنا نختبرها زي ما قلنا قبل كده بعود خله في نص الكيكايه مش في الحرف. طلع نضيف، قفلنا الفرن سيبناها جوه 10 دقايق. مش عامله نسخه، بقولها لكم اهو المره المليون ان انا مش عامله نسخه، وربنا يستر ان شاء الله ونشوف هتطلع معانا عامله ازاي. تعالوا بقى نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نشوف وصفاتنا الحادقه هتبقى عباره عن ايه النهارده، وان شاء الله تنور رضاكم. مستنياكم بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته.
رجعنا من الفاصل بعد ما عملنا الكيكه بتاعتنا من غير بيض. الناس اللي عندها حساسيه من البيض، اللي ما بتحبش زفاره البيض في الكيك، الناس اخواتنا المسيحيين اللي ما بيحبوش، بيحبوا ياكلوا بيض الكيك بس بيبقوا صايمين، ما ينفعش ان هم ولا ياكلوا بيض ولا يشربوا حليب. الكيكه دي هتبقى مناسبه ليهم جدا. عاملينها برعايه كيك شيف، وان شاء الله تطلع معانا في منتهى الجمال. طيب هنيجي دلوقتي نعمل بقى اصنافنا الحادقه. هنبدا بايه؟ هنبدا بصنف كده الفتره اللي بقاله سنتين او ازيد من سنتين منتشر جدا، وهو بيسموه الحمام الكداب. مش عارفه ليه سموه كده، بس يقول لك ايه عشان شكل الحماميه. طب ما احنا ممكن نقول عليه ورك محشيه. ليه تسميته بالحمام الكذاب؟ بصراحه ما قدرتش اوصل لها، وما قدرتش اوصل لمين اللي سماه بالاسم ده. بس هو في الاخر خالص وراك حشينها رز بتتبيله حلوه قوي بشكل مختلف، حطيناها في الفرن بتتبيله برده كويسه جدا. طلع قطعناه حلقات او كلناه سليم كده، او كل واحد خد الورك اللي هو محشي بتاعه زي الفل. هنعمله النهارده بتتبيله حلوه قوي، وكمان حاطين مع الرز بتاعه الكبد والقوانص بتاعه الفراخ. طيب مقاديرنا هتنزل على الشاشه، ومقاديري بتقول ان انا معايا ايه في الاوراك المحشيه او الحمام الكداب. اربع وراك فراخ مخليه مع الاحتفاظ بالجلد بتاعهم. هنتبلهم بايه؟ الوراك لوحدها هتتبل بايه قبل ما تتحشي؟ هتبلها بميه بصل، فلفل احمر حار مفروم، مش عايزاه الحار المفروم ما فيهاش اي مشكله، ممكن تشيليه. رشه بابريكا ورشه جوز الطيب ورشه كركم وملح وفلفل اسود. تتبيله حلوه جدا علشان تطعم لي الوراك بتاعتنا، عشان يكون ليها تطعيمه حلوه قوي واحنا بنحشيها. طيب نيجي بقى على حشوه الرز اللي احنا هنعملها. محتاجه ايه؟ محتاجه كوبايتين رز مصري مغسول ومتصفي، معايا كبد وقوانص متقطعه قطع صغيره، بصله مفرومه، معلقه صغيره من الثوم، زيت سندباد، زبده، كمون، كزبره ناشفه، جوز الطيب وملح وفلفل اسود. قلت لكم قبل كده ان انا ممكن من مكونات الاكل اعرف اذا كان طعمها هيطلع حلو ولا وحش. ومن المكونات اللي احنا شايفينها دي والتتبيلات اللي هتتبل بيها، نقدر نتنبأ بان الورك اللي هناكله المحشي او الحماميه الكدابه اللي هناكلها هتبقى متطعمه من بره ومن جوه. طيب عندي طاسه على النار سايباها تسخن من قبل ما نرجع من الفاصل، حطيت فيها شويه زيت سندباد، وهحط فيها كمان بسم الله الرحمن الرحيم زبده بالشكل ده كده. ليه بسخن الطاسه؟ علشان ما اخدش وقت في ان الزبده بتاعتنا تسيح او البصلايه تتشكشك معانا. عندي لا مش هنزل البصلايه الاول، هنزل الكبد والقوانص الاول. بسم الله الكبد والقوانص بعد ما بنغسلها غسله كويسه قوي بروح حطاها في مصفى، واحط معاها معلقه من الخل. ليه؟ علشان اضمن والوسواس اللي في دماغي يتشال ان هي تكون فيها ولو 1% من الزفاره. معلقة الخل اللي بنحطها في الآخر دي بتلغي فكرة إن هي تكون زفرة خالص. حطيت رشة فلفل أسود، مجرد ما يبدأ يتغير اللون بتاعها هنزل بباقي مكوناتنا، وهي إيه؟ البصلاية المفرومة والثوم المفروم. مجرد بقى بص عشان ما مش يعني ملهاش ريحة زفارة أو هي مغسولة كويس قوي، مع رشة الفلفل الأسود اللي إحنا حطيناها طالعة ريحتها في منتهى الجمال. عندي إيه بقى؟ عندي البصلاية المفرومة، وعندي الثوم، وابدا ان انا اشوح كله كده مع بعضه مع رشه ملح بقى علشان البصلايه بتاعتنا تدبل، وادي رشه فلفل اسود كمان، واقلب ده كله كده مع بعضه علشان كله يشرب من بعضه وتبقى التطعيمه كلها واحده. طيب عندي التوابل بتاعتنا ايه كمان؟ عندي كمون، وعندي كزبره ناشفه، وعندي رشه جوز الطيب. دايما اي حاجه فيها توم لازم تحط لها كزبره، مش الزامي بس بيدي تطعيمه حلوه قوي، بيدي تطعيمه مختلفه. ورشه جوز الطيب بتدي الحاجه طعم، بياخدنا لحته ثانيه خالص، وما نكترش منها عشان بيبقى في ناس بتشك فيها، فيا دوب هي رشه بسيطه بالشكل ده كده. طيب الحمام الكداب بتاعنا النهارده او الفراخ بتاعتنا انا مش هسلقها، هعمل ايه؟ انا بصوا بقى كده، ادي الوراك اهي، او قبل ما احط الوراك هحط التوابل بتاعتنا اللي هي بابريكا في الاسود، كركم، وادي ميه البصل، وادي الفلفل الحامي بالشكل ده، وادي فلفل اسود، وادي ملح، وهعمل ده كله كده مع بعضه، واروح منزله فيه الوراك
في المخليه بتاعتنا بالشكل ده كده علشان تتبل تتبيله حلوه قوي، ولما اجي احشيها الاقي كل تطعيمه فيها او كل قطمه فيها بيها تطعيمه حلوه. طيب انا اعوذ بالله من كلمه انا مش هسلق الوراك بتاعتنا. مش هتسلقيها؟ امال هتستوي ازاي؟ انا هلفها احشيها وهلفها وهحطها في طاجن في الفرن تستوي براحتها. طب والرز؟ الرز انا هسويه بره، الرز هسويه بره. بصوا كده. طب وهي الفراخ هتستوي في الفرن؟ اه هتستوي في الفرن. ما احنا اصلا لما بنيجي نعمل صينيه وراك او صينيه فراخ ما احنا بنتبلها من بره وبنروح حاطينها في الفرن تكمل سواها، او بتستوي التسويه الكامله كلها في الفرن. ايه المانع ان انا اعمل كمان كده، ان انا اسوي الرز تسويه كامله بره وبعد كده اروح حاشيه بيه الوراك بتاعتنا واحطها تكمل سواها في الفرن؟ ما فيهاش اي مشكله خالص، هتطلع لي ماسكه نفسها وهيطلع لي الورك مظبوط، ولا اقول ان هو فتح واحنا بنسلقه، ولا نلفه في فويل، ولا نلفه في ستريتش، ولا الكلام ده كله خالص. بصوا كده ريحه الكبد والقوانص هايله، معنى ان ريحه الكبد والقوانص هايله. نعم. ومعنى ان ريحه الكبد والقوانص هايله يبقى الرز كمان تطعيمته وريحته في منتهى الجمال. بس بالشكل ده كده. وهنسويه على الهادي. يعني ايه على الهادي؟ يعني شويه ميه بشويه ميه، او على راي امهاتنا شقشاء ميه بشقشاء ميه لحد ما يستوي خالص. واصبح على مدام امال واقول لها صباح الفل يا مدام امال. الو، صباح الخير. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك. يا مدام عاوزه الحواوشي اللي هو الصندوق بالعجينه ده. عينيا الاثنين. بتحط له طحينه ولا لا؟ بتحط له طحينه ايه في الحشوه نفسها؟ الو الو مدام امال، طب حاولي تكلمينا مره تانية يا مدام امال. بصوا كده انا عملت ايه، اديت الرز بتاعنا شويه ميه وهروح مغطيه عليه وهسيبه يستوي وشويه واقلبه وارجع بعد كده لقيته محتاج شويه ميه كمان هروح مزوداه لحد ما يبقى فيه تكه بسيطه جدا، تكه يا دوب اللي هي العضه البسيطه اللي بتبقى في تسويه الرز. في اللحظه دي هروح ماسكاه افرده عشان ان هو يبرد معايا شويه واروح حاشيه بيه الوراك بتاعتنا المخليه. وهنشوف هنحشيها ازاي وهنقفلها ازاي علشان نسويها في طاجن في الفرن من غير ما نسلقها ومن غير ما نعمل لها اي حاجه تانيه. تعالوا بقى نطلع فاصل علشان نشوف هنعمل ايه الوصفه التانيه على الرز بتاعنا ما يستوي. نرجع من الفاصل نكمل وصفاتنا الحكايه بتاعتنا في الفرن. بص عليها بصه ماشيه تمام وزي الفل، بس لسه ما عداش 35 دقيقه. نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه وصفاتنا. اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيين. رجعت من الفاصل، كنت بعمل ايه في الفاصل؟ شفت الرز بتاعنا اللي احنا هنحشي بيه الحمام الكذاب او هنحشي بيه وراك الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، فاضل له يا دوب تكه بسيطه، زودته شويه ميه كمان بيشرب الميه وبنزود تاني، وبعد كده بروح حطاه في طبق واهويه بالشكل ده بعيدا عن سخونيه البوتاجاز وبعيدا عن سخونيه الطاسه اللي انا عملت فيها، هسيبه يهدى خالص ويرتاح شويه قبل ما ابدا ان انا احشيه. طيب الوصفه الثانيه بتاعتنا عبارة عن صدور محشية، حشينا الوراك وحشيناها رز. تعالوا بقى نشوف ممكن نحشي الصدور ايه وشكلها هيكون عامل ايه كمان. بصوا كده المقادير بتاعتنا هتنزل على الشاشة، وعلى ما تنزل المقادير بتاعتنا على الشاشة أنا عندي معلش عندي ست صدور لازم هفتحهم عشان أبقى مخلياهم زي الفراشة كده وهوريكم عاملة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقاديرنا على الشاشة، مقاديري بتقول إن أنا معايا ايه؟ معايا ست صدور فراخ سليمة علشان هفتحها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. معانا الحشوة بقى بتاعتها عبارة عن ايه؟ فلفل الوان مكعبات وبسلة وجزر كله مكعبات وكله تقطيعة واحدة. معايا كزبرة مفرومة وتوم مفروم وكوبايتين جبنة موتزاريلا وكوبايتين جبنة شيدر، ومعايا كمان تاني زبدة وزيت سندباد. التوابل بقى بتاعتنا عبارة عن ايه؟ بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وكزبرة ناشفة،
ورشه قرفه بودر. هنحط ايه على الوش بتاعنا علشان لما نيجي ندخلها الفرن؟ هنحط جبنه شيدر او جبنه موتزاريلا اللي موجود عندنا هنشتغل بيه. بصوا بقى انا بعمل ايه دلوقتي، بفتح الصدر بتاعنا بالشكل ده كده، بالشكل ده. دي بقى تنفع عزومه، تنفع ان احنا جايلنا ضيوف كده وعايزين نعمل لهم حاجه تبهرهم وحاجه تكون مختلفه، هتمشي معانا كويس قوي. بالشكل ده كده، الصدر يكون سليم علشان اقدر اعمل فيه اللي انا عايزاه بالشكل ده كده ويديني النتيجه اللي انا عايزاها. طيب على ما نيجي نتبل هحط جريل كده على النار وهسيبه يسخن براحته. ليه؟ علشان انا عايزه ادي صدمه للصدور بتاعتنا دي، بس هتبلها الاول. هتبلها بايه؟ بالتوابل اللي عندنا دي، وعايزه كمان طاسه تانية اهي عشان فاضل 10 دقايق. ماشي تسلمي لي. الفراخ بتاعتنا اهي، هجيب بوله وابدا ان انا اخد التوابل بتاعتنا، جزء بس منها بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كزبره ناشفه، ورشه قرفه. انا بصوا خدت جزء بس من التوابل، واروح جايه الناحيه دي واخده ملح واخده فلفل اسود، واروح حاطه حبه زيت سندباد، واصبح على مدام ليلى واقول لها صباح الهنا. الو الو، صباح الخير يا شيخ نونا. صباح الجمال والهنا على عيون حضرتك، عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ انا بخير، انا بخير طول ما انت بخير حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب. انا عايزه اقول لك انا بحب حضرتك حبيبتي جدا بوصفاتك. حبيبتي ربنا يبارك لك يا رب، ما تحرمش منك ابدا، تسلمي لي. بنتي عندها 5 سنين، عايزه اقول لك بالامانه ما بتحبش تتفرج عليك انت وبنتك. حبيبتي حبيبتي ربنا يبارك لك فيها ويحفظها من كل شر يا رب، تسلمي لي حبيبتي. ربنا يخليكي لينا ويطول لنا في عمرك كده ونشوفك كده دايما متألقة. يا رب اللهم امين، بفضل ربنا ثم وجودكم ودعواتكم معايا، ربنا يبارك لي فيكي. انا عايزه اقول لك صدقيني انا عن نفسي اتعلمت حاجات كتير منك ووصفات، جوزي بقى بيحب يخليني اتفرج عليكي كده. حبيبتي حبيبتي ربنا يصلح لك الحال يا رب ويسعدك دايما ويهني قلبك يا رب، اللهم امين. انا فرحانه انا سمعت صوتك و سعيدة جدا، أنا أول مرة أتكلم في فيديو صدقيني. أنا أسعد حبيبتي بمكالمتك وصباحك، وإن شاء الله مش آخر مرة، تنوريني دايما بمكالمتك. ميرسي جدا حبيبتي. على ذوق حضرتك. تسلمي لي تسلمي لي حبيبتي، نورتيني، مع ألف سلامة في حفظ الله. بصوا كده عملت إيه وإحنا بنكلم حبيبتنا، الجريل على النار أو الطاسة التيفال أو أيا كان اللي عندكم بتسخن على النار. عندي زي ما أنتم شايفين كده الفراخ أهي، هعمل كده بصوا لسه يا ريس. حاضر، عندي الناحية التانية طاسة كمان أو حلة غويطة علشان أعمل فيها الحشوة بتاعتنا، اللي هي الحشوة بتاعتنا عندنا بسلة وجزر وعندنا كزبرة ناشفة، دي هناخدها مع شوية زيت سندباد على النار يا دوب بس إن هي تتشوح كده وتدي شكل كويس. بصوا انا بعمل ايه، بدي صدمه للصدور بتاعتنا وهي مفتوحه علشان ما تاخدش وقت في التسويه في الفرن. الناحيه الثانيه عندي حبه زيت سندباد، هنزل فيهم التوابل الباقيه بتاعتنا اللي هي رشه قرفه وكزبره ومعانا بابريكا وبصل بودر وتوم بودر. حاضر، نزلتهم في الزيت الاول. لا فيها مطرح التتبيله. نزلتهم كده في الزيت علشان ان هم يطلعوا الروايح بتاعتهم قبل ما انزل فيهم البسله والجزر. بصوا بقى كده عندي طاجن بايركس اهو، واروح مطلعه الفراخ كده عامله كده. مين؟ هند. صباح الفل يا هند،
صباح النور يا سنونه. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ الو. يا سنونه، ممكن اطلب منك طلب؟ 10 طلبات واموريني. اذا ممكن ناخد رقم حضرتك لو سمحتي؟ طبعا خديه من ايه، تنوريني. بس كده؟ انا قبل كده ما حدش رد عليا يعني. لا ما يعني لا، حاولي تكلميني تاني بس، او حاولي تتكلمي وايه تديكي الرقم. بصوا كده انا عملت ايه، حطيت شويه زيت سندباد على النار ورحت منزله فيهم بقيه التوابل بتاعتنا اللي هي كانت عباره عن ايه، بابريكا وبصل بودر وثوم بودر، وحطيت كمان كزبره ناشفه وقرفه بودر بالشكل ده كده. يا دوب بس انا عايزاهم يتشوهوا علشان ابدا ان انا احشيهم في الفراخ بتاعتي. وادي رشه ملح وفلفل اسود كمان. عدى قد ايه؟ فاضل 5 دقايق. ماشي اوكي. بصوا الناحيه التانيه كمان، انا بدي صدمه كده للفراخ بتاعتنا. الست صدور اللي انتوا شايفينهم دول هيبقوا 3، هيبقوا 3. ليه؟ انا هحشي هنا واروح ملبسه الصدر لبعض كده، هحشي واروح ملبسه الصدر لبعضه، وهنشوف شكله لما يطلع هيبقى عامل ازاي. الفراخ طبعا ما بتاخدش تسويه خالص، الحشوه بتاعتنا اديناها صدمه على النار. ياخدوا صدمه من الناحيتين ونشيل، نرجع نحط غيرهم. عايزه تعملي الصدر واحد وتحشيه ما فيهاش اي مشكله، بس مش هيديكي الشكل اللي احنا عايزينه، مش هيديكي الحجم كمان اللي احنا عايزينه للصدر بتاعنا. تعالوا كده نبدا بقى نقلب الخضار بتاعنا تقليبه كويسه. طب اديني ثواني. ممكن طب تمام ماشي. طيب تعالوا نطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ هكون اديت الفراخ بتاعتنا الصدمه الثانيه اللي هي الصدور بتاعتنا دي، وهرجع احشي معاكم الصدور. طيب ايه تاني موجود معانا؟ الحشوه اهي تمام وزي الفل، هشيلها من على النار اللي هي بسله وجزر وفلفل الوان مع التوابل بتاعتنا والملح والفلفل الاسود. الصدور تتعمل، هحشي مثلا 2 وارجع نحشي التالت مع بعض. هنعمل ايه كمان في الفاصل؟ لو في وقت يعني في الفاصل هبدا احشي الوراك لما ترجعوا لي علشان نشوف تسويتها هتكون عامله ازاي. اوعوا تروحوا في اي حته بعد الفاصل، عندنا لسه حاجات كتير هنعملها مستنياكم. ورجعت من الفاصل، حشيت صدرين. الحشوه بتاعتهم سهله جدا، ما بتاخدش مجهود ولا اي حاجه. حد هيقول لي واحنا لازم نجيب القطعه الواحده تاخد صدرين؟ ممكن صدر واحد ما فيهاش اي مشكله، اقسميه 2 واحشي بيه ما فيهاش اي مشكله. بصوا بقى عملت ايه، الصدرين اهم كده اهم، هوريكم انا عملت ايه في الصدر اللي هو التالت. بسم الله. خدت الحشوه اللي احنا عملناها على النار قبل ما نطلع الفاصل اللي هي كانت شويه زيت سندباد، حطينا فيهم بقيه التوابل بتاعتنا، ورحت حط عليهم كمان شويه جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر بالشكل ده. بصوا بدات حتى ان هي من السخونيه بدات ان هي تسيح، واروح واخده الحشوه الجميله بتاعتنا دي كده بالشكل ده، واصبح على اسماء واقول لها صباح الفل يا اسماء. ايه صباح الهنا على عيونك، عامله ايه؟ انا بحبك قوي 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 يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا يا رب. تسلمي لي حبيبي. تسلمي لي، انا ما كنتش مصدقه الا اسمع صوتك يا حبيبتي. ليه بس؟ خدي رقمي وكلميني على طول وتسمعي صوتي براحتك. ربنا يخليك، انت كلك ذوق والله. انا اقسم بالله انا بصحى بدري علشان اكلمك حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب. انا اشوفك على الهواء حبيبتي، ربنا يبارك لي فيكي وما تحرمش منك ابدا. تسلمي لي ويسلم لي ذوقك. قولي لي ليكي اي طلبات يا سمسمه؟ حبيبتي تسلمي، انا كنت بس بطمن عليك وعايزه اسمع صوتك يا حبيبتي. ما تحرمش منك يا رب ولا من ذوقك ولا من صباحك اللي زي العسل ده يا حبيبتي. بصوا بقى كده واحنا بنكلم سمسمه قفلنا الصدر التالت، وكل اللي عملناه هنا
نديها سيكه شويه. بصوا كده بصوا كده، عملت الموتزاريلا على الشيدر ورحت عامله كده. ما شغلش شوايه، ما شغلش شوايه. ليه ما شغلش شوايه؟ علشان انا عايزه الصدور بتاعه الفراخ بتاعتنا تكمل تسويتها، ولو شغلت شوايه الجبنه بتاعتنا هتسيح وتاخد اللون بتاعها من قبل الفراخ ما تكمل تسويه. بصوا بقى انا عايزه ده كده، تخيلوا بقى الجمال اللي احنا حاطينه ده كله في الفرن هيسيح والفراخ تكمل سواها، ولما تتقدم بقى نشوف شكلها هيكون عامل ازاي. دي بقى يعني ايه أكلة أصحاب المزيج بالشكل ده كده. خلصت الصدور بتاعتنا وما فيهاش أي مشكلة. تعالوا بقى نفتح الفرن كده مشغلاه طبعا تحت بس مش فوق، ونحط فيه الصدور المحشية بتاعتنا ونشوف لما تطلع هيكون شكلها عامل ازاي. الفراخ تعتبر واخدة 3 أرباع سوا، الخضار بتاعنا يعتبر مستوي، مش فاضل غير ايه؟ مش فاضل غير ان الجبنه تستوي او تسيح براحتها علشان الفراخ بتاعتنا تكمل سواها. فاضل ايه تاني هنعمله دلوقتي قبل اي حاجه؟ وقت اختبار الكيكه. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح بالراحه زي ما احنا ما متعودين كده الكيكايه الخله بتاعتنا، نعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم وطلعه بسم الله ما شاء الله ما فيهاش اي حاجه. قفلت بالراحه، قفلت الفرن 5 دقائق او 10 دقائق ونطلعها ونصبح على امال من السودان ونقول لها صباح الفل واحنا كده بنحشي الوراك بتاعتنا. الو، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك عامله ايه؟ احلى تحيه لاهل السودان. انا بحب اكلاتك حبيبتي، انا بسيطه وجميله زيك حبيبتي. انت اجمل وانتوا اهل السودان كلهم جمال بصراحه ما شاء الله عليكم، نورتيني. ربنا يخليك يا حبيبتي، حبيبتي. كل ذوق والله حبيبتي، دايما بترد الناس بكل احترام وادب والله حبيبتي. ربنا يبارك لك يا رب، ده حقكم علينا حبيبتي، نورتيني. ربنا يخليك يا حبيبتي، ودايما بتقدم وازدهار يا رب يا رب. اللهم امين بوجودكم معانا دايما يا رب. اموريني حبيبتي، انا خدت رقمك وان شاء الله هتصل بيك يا حبيبتي. أوكي. تنوريني 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 في اي وقت، تنوريني. ربنا يخليك يا حبيبتي حبيبتي حبيبتي، نورتيني صباحك هنا وسعاده يا رب. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. نجيب الطاجن البايركس معانا عشان نحشي ونلف ونروح حاطينه فيه على طول. الحشوه بتاعتنا هديت خالص، امسك كده الورك. بصوا شكل الورك اصلا يفتح النفس من التتبيله بتاعته. بصوا بدل ما يبقى ان هو ساده خالص كده، لا شكل التتبيله نفسها تفتح النفس. واروح عامله كده واروح جايبه الحشوه بتاعتنا اهي، ريحه الرز في منتهى الجمال. واروح عامله كده، طبعا الاربع وراك مش هياخدوا الحشوه دي كلها، وانا بحاول ان انا اكتر الحشوه علشان اكل الرز بعد كده اللي انا هيتفضل بصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، واروح عامله كده واروح عامله كده، ومعايا الخله واروح غرزه فوق وتحت بالشكل ده كده، غرزه فوق وتحت، وروح شايله وحاطه في الطاجن بتاعنا. الورك التاني بالشكل ده، وراح واخده الحشوه، ريحه التتبيله بتاعت الورك نفسها تفتح النفس، ولا فيها ريحه زفاره ولا فيها ريحه اي حاجه خالص. واروح لفه. طيب يا نونا احنا مثلا مش عايزين نكمل تسويته في الفرن وعايزين ان احنا نسلقه، هنعمل ايه؟ مفيهاش اي مشكله خالص، هتحطي بدل الكيس النايلو اللي انا بعمل عليه ده، انا بعمل على الكيس النايلو عشان ما زفرش البلانشه اللي انا بشتغل عليها. لكن انت لما تيجي هتلفيه هتروحي حاطه كيس ستريتش ماشي، وبعد كده تحتيه ورقه فويل، او تحطي ورقه فويل لوحدها. في ناس بتقلق من موضوع ان هو تعمل الفويل لوحدها، فممكن تحطي ورقه ستريتش وتحتيها ورقه فويل وبتحشي وبتبداي تلفي ورقه الستريتش على الرول بتاع الفراخ او الرول اللي هو بتاع الوراك المخليه او الحمام الكذاب ايا كان هتسميه ايه، وتبداي بعد كده تلفي عليه الفويل وتقفليه من ناحيتين كويس قوي، وتكوني محضره حله فيها ميه وفيها لورا وحبهان وطماطميه وجزرايه وشويه ملح صغيرين، وتروحي
سلقاه لمده، لو انت بقى طبعا الرز مش هيبقى ان هو واخد تسويه كامله، نص سوا مثلا، او لو هتعمليه ني بياخد مثلا حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع في الميه. نعم، طب اصبح على اروى. اصبح على اروى فصلت فعلا. طيب تعالوا بقى نطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ انا مش هعمل اي حاجه غير لما ترجعوا لي. الوصفه الثانيه بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن هنعمل رقاق طري، بس النهارده هنعمله بطريقه مختلفه شويه، هتسهل علينا التقطيع وهتسهل علينا ان في ناس كتير قوي لما بتيجي تقطع الرقاق بتبدا اللحمه تقع منهم وبيبداوا هم بياكلوه ما بيبقوش حابين حاجه زي كده. فاحنا النهارده هنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمله بطريقه الواحده بوحدتها علشان ما يبقاش فيها بهدله. ده هنشوفه مع بعض لما نرجع من الفاصل. هكمل خلاص حشو الوراك بتاعتنا اهي، هحطهم في القالب بتاعنا، وهحط في الارضيه شويه ميه صغيرين مع التتبيله بتاعه الفراخ، واحطهم في الارضيه علشان التطعيمه اللي في التتبيله تطلع على تسويه الوراك نفسها. بصوا كده، ادي التتبيله بتاعتنا اهي، هروح عامله شويه ميه كده واروح حاطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهغطي فويل واروح حاطه في الفرن. الميه ديت هي اللي هتساعد الوراك بتاعتنا ان هي تستوي كويس قوي، الرز اللي جوه التكه اللي فاضله فيه تكمل تسويتها. خلاص ضمنا ان هو استوى، نروح شايلين الفويل ونفتح الشوايه تاخد اللون الحلو الجميل بتاعها. تعالوا بقى نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع من الفاصل عايزه اطلع الكيكايه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قفلنا عليها لما اتاكدنا ان هي استوت، وقفلنا الفرن وسبناها جوه 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا طلعتها لك، هنسيبها تهدى شويه ومش هقلبها الا لما ترجعوا لي علشان نسيبها تهدى خمسه كده، وبعد كده هنقطعها ونشوف شكلها من جوه ايه. الصدور اللي في الفرن تعالوا نبص على منظرها، حاجه عالميه. هطلع لك الطاجن شويه، طلعوا بصوا شكلها عامل ازاي، ما الجبنه كلها ساحت. نكمل تسويه طبعا، بعد ما ساحت خالص كده وضمننا ان هي تمام وزي الفل، ممكن ان احنا نبدا ان احنا في اخر خمس دقائق نفتح الشوايه عليها علشان بقى تاخد اللون الجميل بتاعها. تعالوا بقى نرجعها ونطلع فاصل، ونرجع من الفاصل اكون حضرت وصفه الرقاق بتاعتنا والوراك بتاعتنا، نقفلها فويل ونحطها في الفرن، ونرجع نشوف ورانا ايه كمان. اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنياكم بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ بصوا بقى، انا قلت لكم قبل ما نطلع الفاصل ان احنا هنعمل النهارده رقاق طري بس بشكل مختلف علشان يبقى ان هو ما يتقطعش من ايدينا وما يتبهدلش ساعه التقطيع. عملت ايه؟ الرقاقه بتبقى مدوره كده، قطعتها اربع ارباع عشان يطلع عندنا الشكل ده اللي هو كده، تمام. وبعد كده رحت حاطه شويه زيت سندباد على شويه زبده مذابه، ورحت دهنت بيهم الرقاقه وبدات ان انا اعمل كده بالشكل ده. تعالوا كده نشوف حاجة واحدة كمان، ادي زبدة مذابة على زيت سندباد عشان التوريقة وعلشان ان هي تبقى مقرمشة، وادي اللحمة المعصجة بتاعتنا. انا طبعا في الفاصل عملت صاج وحطيته في الفرن علشان يلحق ان هو يتحمر معانا وتشوفوه، ورحت عاملة كده كده اهي بالشكل ده كده كده اهي، بقت ملفوفه ماسكه نفسها، ضامنين ان اللحمه اللي جوه مش تطلع، وفي نفس الوقت الواحده بوحدتها شكلها حلو جدا. وعاملينها بالرقاق الطري ما فيهاش اي مشكله. الناس اللي بتحب تاكل الرقاق بس بيبقى مشكله عندها ان هو بيتقطع او ان هو اللحمه بتنزل منه وهم بياكلوا. وبعد ما بتخلصي الكميه كلها بتبداي تدهني الوش بتاعه بنفس الزبده والزيت اللي انت عملتيه اهو كده اهو، وادي الزبده والزيت اللي احنا عملنا بيهم، يا دوب دهنه بسيطه كده، وبتدخليه في الفرن
طبعا اللحمه مستويه والرقاق الطري ما بياخدش وقت، هيستوي معانا ويطلع زي الفل. دي الفكره بتاعت الرقاق الطري النهارده، اسهل منها مفيش. تعالوا بقى على ما اللي في الفرن ياخد تسويته، نشوف احنا عملنا ايه النهارده ونبدا ان احنا نقدمه. ننظف مكاننا كده الاول. الكيكايه في الفاصل عملت ايه كمان؟ قلبتها على شبكه وسبتها تهدى خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا نشيل ورقه الزبده بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامله ازاي ما شاء الله عليها. بالشكل ده. البخار طالع ايه؟ عشان لسه سخنه. طيب وادي الاستند بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. تعالوا كده نقطعها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزينها اعلى من كده ممكن نصغر الصينيه ما فيهاش اي مشكله. نعم. حلوه جدا وريحتها في منتهى الجمال. تعالوا كده نطلع قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامله ازاي. من غير بيض، حكايه برعايه كيك شيف، ومن غير ولا بيضايه. دي الكيكايه بتاعتنا. تسلم يا رب. تعالوا بقى نشوف كمان ايه اللي احنا حاطينه في الفرن نطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت بقى. تعالوا بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. صدور الفراخ المحشيه. تعالوا نطلع الرقاق بتاعنا فوق. نشوف هنقدمها ازاي. بيتهيألي شكلها بيتكلم عن نفسه، مش محتاجة أي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة كده كريحة وطعم منتهى الجمال. عايزة تعمليها بصدر واحد ما فيهاش أي مشكلة، بس طبعا هتبقى ارفع من كده. بالشكل ده. طبعا الجبنه السايحه دي اكيد مش هنرميها، دي نسيبها بقى ايه تبرد براحتها كده، او اعملي مثلا حبه رز او رز بالبسله والجزر عشان تمشي مع الحشوه بتاعت الفراخ، ويتقدم جنبيها عاملين حبه مكرونه هتطلع معانا في منتهى الجمال. رشة بسيطة كده من بقدونس. خلص الطبق بتاعنا وشكله يفتح النفس. عملنا ايه كمان النهاردة؟ عملنا الحمام الكذاب او الوراك المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت انا مؤدبة ازاي؟ ما بحركش حاجة. تعالوا نبص عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا للمصداقية اكيد هما ملحقوش يستووا، انا بس حطيت وريتكم الفكرة وحطيتهم في الفرن من غير ورقه فويل عشان بس ياخدوا اللون اللي احنا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن اكيد اكيد هم لسه ما استووش، ما اقدرش اكذب عليكم واقول لكم ان هم استووا. عملنا كده من الصوص اللي نزل منهم ورحمنا كده. حاضر. ثانيه اديني بس ثانيه، لسه والله ما خلصتش. الوراك بتاعتنا او الحمام الكذاب المحشي بتاعنا لسه ما استواش، يا دوب خد لون بس عشان وقت حلقتنا، يعني بعد الحلقه انا هكمل تسويته. بس انا اهم حاجه كان عندي اوريكم التتبيله شكلها عامل ازاي وفكره الحشوه نفسها عامله ازاي. بالشكل ده كده عشان ما حدش يقول لي بتضحكي علينا هو ما لحقش يستوي. هو فعلا هو لسه ما لحقش ان هو يستوي. بالشكل ده كده.
هادي. الحمام الكذاب، تعالوا بقى نشوف البقاق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. اللي هيشوفه هيفتكر ان هو جلاش، لكن لما يجي ياكله هيلاقيه ان هو رقاق وطعمه حلو جدا. دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا فيها ايه؟ عملنا فيها الكيك من غير بيض لحبايبنا اللي اخواتنا المسيحيين وحبايبنا اللي عندهم حساسيه من البيض او ما بيحبوش طعم وريحه البيض، عملناها من غير ولا بيضايه، وعملناها برعايه كيك شيف من دريم، وعلشان كده طالعه معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده في منتهى الجمال. عملنا ايه كمان؟ عملنا صدور الفراخ المحشيه بحشوه البسله والجزر، وحطينا عليها من فوق جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا، طلعت معانا بالشكل ده، وصحتين وعافيه على قلبكم. عملنا كمان الوراك المحشيه او الحمام الكذاب زي ما انتم عايزين تسموه، وطلع معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كمان. عمل كده. ايه تاني عملناه النهارده؟ عملنا الرقاق الرول او الرقاق الطري بشكل مختلف زي ما حضراتكم شايفين كده، سهل جدا وبسيط، ما خدش مننا ولا وقت ولا خد مننا مجهود، زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده. حلقة سهلة وبسيطة جدا، ما فيهاش أي مشكلة خالص، ما خدتش مننا وقت، الوقت كله بيبقى في التسوية في الفرن، وطبعا انتوا عندكم الوقت هيبقى متاح ان انتوا تسووا براحتكم جدا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم ونالت رضاكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، اتمنى اسيبكم دايما واشوفكم دايما في خير وفي حفظ الله. اشوفكم بكره في حلقه جديده من بلدي يوكل مع نونا على شبكه قنوات بي ان سي، وبتجدد لقاءنا 10 صباحا، واللي فاتوا اي حاجه من حلقه النهارده يقدر يتابعنا 9:15 مساء بالتمام والكمال. اسيبكم على خير وفي حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم.